وعلي ابويا وين؟ في قلب شارع النفق، هذا الشارع المكتظ باعداد الباعة والمتجولين والمتسوقين في هذا المكان. قبل قليل تم استهداف هذا المكان بصاروخين من طائرات حربية، ادى ذلك الى وقوع اعداد من الضحايا ومن المصابين بين المتسوقين وايضا المشترين في هذا السوق المكتظ باعداد المتسوقين في حي الدرج في قلب مدينة غزة. هنا المواطنون يواجهون صعوبة لعدم توفر سيارات الإسعاف بالسرعة الممكنة، وأيضا يواجهون صعوبة في نقلهم خاصة إلى مستشفى المعمداني. يا عالم حسوا فينا يا عالم، نحن يا عم تعبنا. هذين الانفجارين هزا هذه المنطقة وسقطت أعداد كبيرة من المواطنين خاصة من الباعة ومن المتسوقين. الصواريخ بتنزل على رؤوسهم الناس، وإصابات وشهداء والناس تعود بسطات كلهم منقطعين في هذا المكان. لعلكم تشاهدون هذا العدد الكبير من المواطنين والذين ارتكبت بحقهم هذه الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي. لقناتي العربية والحدث، خضر الزعنون، غزة.